من تعرف إلي في طفولتي يدرك تماماً أنني كنت تلك الطفلة الخجولة. من يتعرف إلي الآن يرى أمامه شخصية مختلفة تماماً. أصبحت أكثر انفتاحاً على العالم، شخصية اجتماعية، شخصية متمكنة، مؤهلة من خوض التحديات وقادرة على المواجهة والإلقاء على أكبر المسارح. هذا التحول في شخصيتي هو ثمرة قراءاتي، ولعله أجمل شيء صنعته القراءة في حياتي. تحتفظ ببعض من الخجل، لكن باستطاعتي أن أبصر جميع تلك التغييرات التي ساهمت في صقلها وإعادة تشكيلها، فأنا الآن أمتلك ثقة أكبر بنفسي، بالأخص حينما أحاول التعبير عن فكرة معينة أو مبدأ أعتنقه بذاتي. شخصيتي هذه ساهمت في صقلها والدتي، أقرب الأشخاص إلي. أجد في والدتي القوة المحركة التي تدفعني لتحقيق أجمل بل وأصعب الأهداف. فخورة جداً بتمثيلي لبلادي المملكة العربية السعودية، ومتأكدة بأن جميع مفردات اللغة العربية المبجلة لا يمكنها أن تعبر عن شعور الفخر والفرح الذي يجتاحني. فسأهدي هذه الجائزة إلى الشباب، قادة المستقبل، لعلها تتشكل فتصبح قصة طموح وتطلع يجدون من خلالها إلهاماً ورغبة وعزمة، فتصبح بذلك ولادة لأهداف جديدة ولأبطال جدد. أنا شهد آل قيسون، بطل السعودية، فانتظروني.